اليوم نهائي يعني تعتبر لا تقبل قسمي على سنين شاء. نعم شو توقعك انت وكيف بتقول انه تجاوزوا مرحله امبارح؟ والله نحن لو مو كلنا ايمان بفريقنا ما طلعنا صرنا من الساعه 11 طالعين 8 9 ساعات سفر، لو ما عندنا ايمان بفريقنا ما طلعنا، وان شاء الله يا رب التوفيق حليفنا بالنهايه الجلاء فريق راقي ومحترم. ان شاء الله الفوز للوحده يعني توقع المباراه صعبه بس ان شاء الله الفوز لنا. اليوم نحن اكثر التركيز على اللعب امبارح فقدنا التركيز شوي بالكوارتر الثالث والرابع. هلا امبارح لو فريقنا كان بالروتين تبعيته مثل ما لعبنا بالشام كنا ضامنين الفوز باذن الله وراجعين كنا امبارح على الشام ومحتفلين. ان شاء الله باذن الله هي يعني الفريقين متقاربين بالاداء كثير من بعض ونحن ان شاء الله بنتمنى يكون الفوز للوحده رغم انه بده يكون في ضغط جماهيري باذن الله رح ناخذهم فرق سبعه اليوم باذن الله. تحضيرنا ما اختلف عن اللعبه الماضيه واللي قبلها، امبارح كنا نحن سيئين بمطارح معينه. حكينا بهاي الامور، ان شاء الله اليوم بيكون الفريق غير ومثل ما قلت انت ما عاد في فرصه ثانيه، يعني امبارح كان لسه في فرصه، اليوم ما عاد في فرصه ثانيه. تعاملنا الموضوع استعدادنا للموضوع هذا شيء طبيعي، اليوم عم جيم مثل قلت الجيم امبارح في عنا هفوات صارت امبارح بدنا نصلحها ونطلع بالجيم ومبروك الرابع. كيف كان استعدادكم من امبارح لليوم خاصه انه في جرعه ايجابيه اخذ الفريق من مباراه امبارح؟ شفت مباراه امبارح كانت مباراه سيئه جدا فنيا من قبل الفريقين، يعني فريقين تحت الضغط اليوم تكون او لا تكون، كمان فريقين تحت الضغط بتمنى انه يكون في اداء افضل من امبارح. تحضيراتنا هي كانت تحضيرات بدنيه لا اكثر ومعنويه. اكيد مباراه امبارح كانت كثير صعبه مو بالاداء يعني صعبه بالضغط توتر اكيد، يعني اذا كنا خسرنا كنا نطلع لبرا. طبعا بعد فوز امبارح اخذنا نفس، فيك تقول لازم اليوم يكون المستوى احسن من امبارح لانه صرنا مرتاحين شوي نفسيا. شو توقعك اليوم؟ هلا باعتباري بشجع الشبيبه بفضل الشبيبه بس الافضل هو اللي يربح الحقيقه. الجلاء ان شاء الله. قديش؟ يعني لازم يكون يعني اقل شيء 10 نقاط. واليوم اللي لياقته اكثر واللي بده يلعب ديفنس اكثر هو اللي راح يربح، هذا رايي الشخصي، بتوقع الجلاء. الجلاء بده يربح. قديش الفرق حيكون؟ نقطتين هيك شيء. كلوز جيم اكيد بس بتوقع للجلاء. اكيد مباراه صعبه، الفرص متكافئه انا بقول، الفريق وحده ما فريق سهل، فريق سريع كثير وجلاء كمان لعيبته خبره كثير. بعد مراحل عم بفقد تركيز الفريق اثر عليه مباراه امبارح؟ هلا ما صار شيء بعد اللعبه بالارض ملعب، يعني مضطرين شوي نحن سكور شايف ديفنس من الفريقين كويس، ان شاء الله يعني لازم الكوارترين الثانيين نفوت على تركيز اكبر وان شاء الله اللعبه لنا اكيد مو الجمهور، يعني ان شاء الله موفقين. الشوط الاول عم بيكون التركيز متفاوت بين الفريقين، عم نشوف انتم الوحده عم تتقدموا عم بيرجع بيقرب الجلاء، شو الاسباب؟ تعب امبارح او الخوف تشنج؟ هلا اكيد طبعا المباراتين ورا بعض خلال 24 ساعه هذا جهد كبير على الفريقين، هاي المباراه مباراه تركيز اكثر من مباراه تكون فنيا، يعني يلي حيكون مركز اكثر هو اللي حيقدر ينهيها وخاصه هلا بدايه الكوارتر الثالث. زكريا
أمنيتنا إنه كرة السلة ترجع لموطنها الأساسي اللي هو حلب، كرة السلة حلبية، ورح نرجع نثبت إنه حلب بعد العناء صار لازم تفرح. مباراة يعني مباراة العمر بالعودة والتعادل، وانتهت بقرار إداري. فنياً ليش اليوم الجلاء ما كان مثل مبارح؟ حتى مبارح ما كنا مناح، الضغط عالي، الضغط عالي. اليوم الضغط كان على الفريقين، مبارح كان ضغط علينا أكبر، اليوم ضغط كان على الفريقين. رجعنا عادلنا مبارح، الفريق الوحدة فريق محضر كثير منيح وعنده لاعبين ممتازين ومميزين، نشتغل معهم لفترة طويلة، والمدرب نشتغل معهم شغل كثير منيح، والإدارة طبعا مواكبتهم دقيقة بدقيقة. ما أنه سهل تربح على فريق عريق ونادي عريق. هلا اليوم الفريق انضغط كثير لقدر يرجع للمباراة، ليش؟ بس رجع 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 مثل ما رجع مثل ما جلا رجع وراح يرجع وان شاء الله دائما الاول والفاينل اول. الامور اللي انسحبتوا على اساسها توضح لنا اياها بعد اذنك. في ظلم تحكيمي تعرضنا له، بالاضافه اثناء المباراه في اساءه عم بيتعرض لها نادي الوحده، بتمنى انه هالاساءه هي تخلص ان كان بدمشق او بحلب او وين ما كان. نحن اليوم بالنهايه عم نلعب رياضه، كمان نحن مطلوب منا انه نتحمل كل شيء، ما حنتحمل كل شيء. على كل حال هبك لنادي الوحده ومبروك لنادي جلاء، صحتين على قلبه. بس انا بتمنى من اتحاد السله والمعنيين يراجعوا المباراه ويشوفوا اذا هذا الشيء غلط لما صح، اذا صح مبروك عليهم، واذا غلط يعالجوا، لانه بالنهايه بدنا نلعب رياضه نحن. ما عندي اي اجابه حاليا وما ما بجاوب على اي شيء، الحالي عند الحكم. راح تندرس باتحاد السله الحالي؟ في تقرير. نلاك هارد لك. هارد لك؟ لا ما بتسهل كلمة هارد لك، بدك تقول هارد لك للناس المسؤولين عن الرياضة باتحاد كرة السلة وتحديدا لجنة الحكام اللي كانت موجودة بحلب. الشيء اللي صار عيب بحق الرياضة بخلاف الخسارة والفوز، عرفت كيف؟ بس هو الشيء اللي صار انك انت مفروض تقود المباراة بشكل صح. بأي نقاط انظلمتوا انتوا اليوم؟ بموضوع التايمينج تبع المباراة، حكم اليوم ما بيقرر هذا الشيء، بيقرر على شيء واضح جدا، في عندك فول واضح الحكم ما صفره. في الناس اللي من أول المباراة على التلفزيون بتمنى تنعاد، وإذا انعادت هي بيكون الحق علينا أكيد 100%، بس نحن واثقين لأنه منعرف أنه المباراة بعدها بالوقت، عارف. فهي فرصة تعطيني أنا أربح على فريق كويس مثل الجلاء بقلب أرضه، عرفت كيف؟ إيه مانو شيء منطقي اللي صار. بالآخر هاي الرياضة نحن انسحبنا بقرار جماعي لحتى نتفادى مشكلة، ما بيهمنا نعمل مشكلة مع نادي جلاء وخلاص مشيت المباراة مثل ما رأيك. اتحاد السلة شو راح يقرر؟ يقرروا اللي بدهم اياه على راحتهم، على راحتهم، معهم شهرين اصلا يقرروا. من ظلمتوا اليوم بأي نقط؟ بآخر صفرة، بآخر ثانية بالمباراة اللي هي فاول مستحق، ولا واحد من حكام الطاولة تحمل المسؤولية، كله قال لا ما انتبهت وانتبهت. بعد ما راح الحكم الأول قاسم حمو يسألهم للطاولة، كله قال ما بعرف، أنا كنت عم طلع على الساعة ما طلعت على الفاول إذا قبل أو بعد. زائد أنه اللي كان عم يعمله الجمهور بيعمل مثله جمهورنا بالشام، دغري بيصير فيه عقوبات وفي إخلاء صالة وفي 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 كل هذا الشيء. فهذا اللي خلانا ننسحب من المباراة، وقرر مراقب المباراة إذا نحن ما رجعنا خلال دقيقتين فإنه هو اتحاد السلة بيعتمد على الفيديو؟ وقت اللي بدهم عم يعتمد، وقت اللي بدهم ما عم يعتمد. فما بعرف المشكلة، قوانين باتحاد السلة عم تكون مطاطة.